كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد، واليوم هو سادس ايام رمضان المبارك. ان شاء الله يدوز هاد الشهر بالخير والكرم والمغفره يا رب، وكل حاجه زوينه، كل ما تمنيتوها الله يحققها لكم. هنايا كما كتشوفوا، يلا هدوش ضربتها بواحد تدويشه. اليوم ما فقتش بكري بصراحه، فقت مع طلاشي شويه. وهنايا كنت خارجه، كنت غادي نمشي نتقدى شي حويجات انا وغزلان، غادي للمرجان، وقلت هكذا جيت باش ندير واحد لا كريم ايدراتونت للوجه ديالي. عاد من بعد درت ليكرون، يعني ما درت حتى شي حاجه اخرى، حيت انا درت غير ليكرون على الشمس، حيت هاد النهار كاين البنات واحد الصهد ما نعاودش لكم. الناس تاع اكادير اكيد غادي يكونوا حاسين بيا وعارفين شنو كنقول. اليوم كان صهد بزاف بزاف بصراحه، واخا خرجت وديت معايا ادم، واخا كان مريض وهذا، ولكن ما كاينش اللي يشدوا ليا. الوالده ما كايناش في الدار، داكشي علاش ديتو معايا، كنت مضطره. صافي هنايا غادي نشف شعري مزيان مزيان. انا البنات كما قلت لكم، راه متى نمشط الشعر ديالي فاش كنكون كنغسلو، لحقاش ماشي صحي انكم تكونوا دايرين شامبو الشعر ديالكم وتبداو تمشطوا فيه، كيطيح كله مع المشط. داكشي علاش كنحاول نغسلو غير هكا بيديا مزيان مزيان، نحيد منه داك شامبو وداك ديميلور. عاد من بعد فاش كنشفو كندهنو بالسيروم، استعملت هاد السيروم ديال البلايا. بصراحه زوين، ما كينشف الشعر كما كيقولوا، كيغلف لكم الزغبه وكيزيت مزيان. دونك هنا غادي نحاول ندهن به الشعر ديالي مزيان مزيان، وعاد نسرحو مزيان بالمشطه. هنايا عاد كنمشط الشعر ديالي. بالنسبه للطريقه كيفاش كنمشط انا البنات، كنحاول نمشط لتحت هو الاول، عاد كنمشط الفوق باش هكا ما كتقطعش ليا الزغبه ديال شعري وما كيطيحش ليا واحد الكميه اللي كبيره، يعني غير شي شويه. تبعوا هذه الطريقه، غادي تحافظوا بها على الشعر ديالكم. صافي غادي نخرجوا نتقداو شنو خاصنا للدار، ومن بعد نتلاقى بكم في الكوزينه باش نشارك معكم واحد لاطاخت اللي كتجي رائعه ولذيذه، واللي خديت الوصفه ديالها من عند صاحبتي وبغيت نجربها معكم ونشوفوا كيفاش غادي يطلع. البنات جيت للكوزينه باش نوجد الفطور، وجيت نشارك معكم وصفه كما عودتكم، دائما كنعطيكم وصفه في النهار. دونك بالنسبه للوصفه ديال اليوم غندير، هي تحليه عباره على واحد لاطاخت اولا كيك بالطبقات. المهم تقدروا نتوما تقولوا لي لاطاخت اولا كيك اللي يعجبكم. ساهل ماهل، ما فيهش بزاف ديال المقادير وكيجي لذيذ بزاف. بالنسبه لهاد الوصفه البنات جرب، ماشي ديالي سمحوا لي، ديال صاحبتي، هي اللي صايباتها وقالت لي بلي كتجي رائعه وزوينه، وقلت اليوم شاركها معكم ونشوفوا كيفاش غادي تجينا. اول حاجه غنديروها في الطبقه الاولى ديال هاد لاطاخت. عندي هنايا جوج بيضات، جوج حبات ديال البيض يكونوا كبار، عندي دقيق حسب الخليط، عندي واحد الخميره حمراء وواحد ساشيه ديال الفاني، عندي تقريبا 6 المعالق ديال الزيت، غناخد منهم 6، عندي هنا 6 المعالق ديال السكر سنيده و 6 المعالق ديال الحليب. بالنسبه للبنات لهاد المقادير غادي غنديروهم الطبقه الاولى كما قلت لكم، يعني ما كتكونش عاليه بزاف، كتجي غير رقيقه، داكشي علاش غادي نديرو غير 6 6 ديال من كاع هاد المقادير. اول حاجه غندير البيض، غنزيد عليه سنيده، وغادي نزيد الحليب ديالي. انا خلطت كلشي دقه واحده، خلطت الحليب، غادي نعبر 6 المعالق ديال الزيت، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة وستة. تقدروا البنات تعوضوا الزيت بالزبدة إلا بغيتو، ديروا هكا الزبدة مدوبة، ديروا 6 المعالق. دابا غادي نخلطهم مزيان بالخلاط الكهربائي، تقدروا نتوما تستعملوا غير الخلاط اليدوي الا ما عندكمش. نخلطهم مزيان حتى يتجانسوا ليا هاد المقادير، عاد من بعد نزيد عليهم داك الفاني والخميره حمراء والدقيق. دابا غادي نزيد هذيك الساشيه ديال الفاني من بعد ما خلطت هاد الخليط،
دير واحد الساشيه ديال الفاني، نحاول نضربها غير شي شويه. صافي دابا غادي نزيد الدقيق على حسب الخليط. ضروري البنات ديروا هذا الخليط يكون خفيف، يعني ما تجيش العجينه ثقيله باش تجيكم هكا هشيشه، تجيكم بحال الصابلي. غندير واحد المعلقه، ندير جوج، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته. دونك انا دابا غادي نخلط سته د المعالق ونشوف الخليط كيفاش جاني، عاد من بعد نزيد الدقيق الاخر اللي الا كان خاصني. نحاول نخلطو بحال هكا غير شي شويه بعدا عاد نضربو. على ما اظن غنزيد مازال جوج معالق اخرين، سبعة، ثمانية. دونك غندير ثمانية د المعالق وغادي نضيف هاديك ساشيه ديال الخضرة. غادي نخلط هادشي كله مزيان ومن بعد نوريكم القوام ديالو كيفاش غادي يجي. من بعد ما خلطت البنات داك الكيك ديالي هكذا كيجي القوام ديالو، كما قلت لكم ضروري يكون خفيف ما يجيش ثقيل بزاف باش تجيكم لاباط هشيشه. هنايا عندي المول دهنتو بشويه الزبده ودرت ليه الدقيق، غادي نخوي فيه هذا الخليط. وغادي ندخلو الفران، غادي نشعل ليه غير لتحت يعني بحال الطياب ديال الكيكه العادي حتى يبان ليا صافي راه تحمر ليا من التحت. عاد من بعد نشعل الفوق غير يشد داك اللون هكا ذهبي من الفوق صافي ونطفي عليه ونوريكم الطبقه الثانيه كيفاش غادي نصايبوها. بعد ما طابت لي لاباط البنات كما كتشوفوا اولا داك الطبقه الاولى، بصراحه انا غفلت عليها واحد شويه تتحمرت لي في الفران. نتوما تقدروا تخليوها تكون بيضه شي شويه على هكا، يعني ما تخليوهاش تحمر لكم. هنايا خديت تقريبا واحد 4 د الليمونات كبار عصرتهم، غادي نديرهم لواحد لاكريم من الفوق يعني الكريمه الثالثه. وهنايا خديت منهم تقريبا واحد 4 د المعالق حتى الخمسه. كيف جبت لاباط من الفران باقا سخونه سقيتها بهذاك الليمون اللي هو بارد. ضروري البنات تكون لاباط سخونه والليمون بارد او لا العكس صحيح. صافي غادي نسقيها ونمشي باش نوجد الكريمه الثانيه. دابا البنات جيت باش نصايب الكريمه الثانيه اللي غادي ندير هكا طبقه ثانيه. غادي نحتاج فيها نص لتر ديال الحليب، واحد ساشيه ديال الفلون ديال البنان، تقدروا ديروا ديال الليمون، انا كيعجبني هذا ديال البنان. عندي هنا لا كريم باتيسير، عندي تقريبا واحد الحامضه صغيره معصوره، وهنايا عندي زلافه ديال الليمون. بالنسبه لهاد الزلافه ديال الليمون ما غاديش نستعملها كامله دابا، غناخذ منها غير شي شويه، واللي بقى ليا غادي نديرو في الطبقه الثالثه. اول حاجه غادي نديرها ناخذ واحد المعلقه وغادي ندير تقريبا جوج المعالق حتى ثلاثه على حسب المول ديالكم، واش المول كبير او لا صغير. دونك انا عندي المول كبير شي شويه، نحاول ندير ثلاثه المعالق ديال لا كريم باتيسير. درت ثلاثة المعالق، غادي نزيد عليهم هذاك نص لتر ديال الحليب، غادي نزيد ليهم داك نص حامضة اللي كنت عصرت، غنزيدها من الفوق. تيجي البنات المذاق رائع ديال الحامض ولا كريم باتيسير. بالنسبه لهاد الفلون كما قلت لكم هو والليمون غنديرهم كطبقه اخيره، غير دابا غادي نزيد جوج المعالق ديال الليمون فهاد لا كريم باتيسير باش يعطيني واحد المذاق اللي تيجي لذيذ. دونك انا درت ثلاثه المعالق. دابا غادي نزيد السكر سنيده، غندير حتى هي من ثلاثه المعالق حتى لاربعه على حسب الحلاوه اللي بغيتو، غندير غير ثلاثه صافي كافيين.
غنخلط هذا الخليط مزيان، غنخلطو هكا كيدوب ليا هذاك لا كريم باتيسير، ومن بعد نديرو فوق البوطا ونبقى نحرك فيه تيختار ليا مزيان مزيان وتعقد ليا هاد الكريمه، عاد نكبها من فوق هذيك الكيك ديالنا اللي صايبنا. من بعد البنات ما صايبت لا كريم باتيسير ديالي هكذا كيجي، غادي نديرو فوق من هاد الكيك ديالي، انا درتو عاقد شي شويه، خليتو حتى تدفى ليا شويه، يعني ماشي ديروه بسخون البنات على الكيك ديالكم، غير يشد راسو شويه صافو، وديك الساعه ديروه من الفوق. نحاول نستفو بحال هكا، وغادي نقطع عليه هذوك الدوائر ديال البنان، نقطعهم من الفوق، عاد نصايب معاكم هذيك الكريمه الثالثه اللي غتكون من الفوق. ودابا البنات من بعد ما صافي صايبت هذاك لا كريم باتيسير، دابا غادي ندير من الفوق منه البنان، غنقطعوه هكا طريفات عشوائيين، عاد من بعد غادي نستفو. بالنسبه للطبقه الاخيره اللي غادي نصايبو في هذا الكيك ديالنا، هنا داك الليمون اللي شاط ليا درتو هكذا فواحد الكاسرونه، غنزيد عليه تقريبا هنايا جوج المعالق ديال السكر سنيده، انا عندي الليمون حلو داكشي باش ما درتش سنيده بزاف، وغادي نزيد عليهم ديك الساشيه ديال الفلون ديال البنان، كيجي مواتي بزاف البنان مع هذا الخليط ديال الليمون، نحاول نخلطهم هكا، استعملت غير هذه صغيره صافي، نحاول نذوب هاد الفلون ديالي في هاد الليمون، عاد من بعد نديرو فوق البوطه نخليه حتى يغلى ونديرو على هذاك الكيك ديالي من الفوق. من بعد البنات ما استفت هذاك البنان فوق من هذاك الخليط ديالي، دابا غادي نزيد عليه، حاولت هكا نصفو غير تستف عشوائي وصافي، دابا غادي نزيد عليه هذاك الطبقه الثالثه اللي صايبت معاكم، نحاول نكبها هكا من الفوق وصافي. غادي ندخل دابا هاد لاطاخ ديالي للثلاجه، غادي نخليها حتى تقسح ليا مزيان، يعني هاد الكريمه تشد فراسها، عاد من بعد نخرجها ونوريكم كيفاش كيجي الشكل ديالها من الداخل. وفي هاد الوقت فاش درت ديك لاباط اولا ديك الحلوه ديالي في الثلاجه، جيت كنصايب واحد الشلاضه اللي كتجي لذيذه بزاف، وكندير فيها كل حاجه اللي هي خضراء، كندير هنايا شويه ديال الخس، عندي الخيار والمعدنوس، كتجي البنات هاد الشلاضه رائعه، جربوها غادي تعجبكم اكيد. كما قلت لكم كلشي كنقطعو رقيق، يعني كنحاول نقطع تقطع رقيق باش كتجيني المنظر ديالها زوين، وفي نفس الوقت شي حاجه جديده يعني مغايره على الشلاضه ديال المطيشه والخيار والخس. صافي دابا غادي نقطع كلشي رقيق، عاد نوريكم الاضافات اللي كنزيد عليها. من بعد ما قطعت هذاك الخس والمعدنوس والخيار قطعتهم هكا تقطع رقيق، كتجي البنات هاد الشلاضه رائعه، انا غنزيد لها الاضافات ديالي، تقدروا نتوما ديروا لها غير الملحه والبزار وشويه ديال الزيت بلديه اولا الزيت ارغاني اللي عندكم كان احسن، وتخلطوها مزيان وتاكلوها. انا غادي نزيد لها بعض الاضافات، هنايا عندي الكاشر حكيتو غنزيدو بحال هكا، عندي شويه الزيتون خضر مقطع حتى هو قطعته هكا طريفات صغار وغسلته، هنا عندي شويه د المايس، غنزيد واحد العلبه ديال الطون صغيره، نحاول نحيد هادشي اللي بقى هنا، وادم ها هو جا. دابا غادي نزيد شويه ديال زيت العود اولا الزيت البلديه، هذا مرة كان خارج البنات على برا كيلعب، يلا جابتو الوالده ديالي،
غادي نخلط هادشي مزيان مزيان، وغادي نقطع فوق منها شويه ديال الفرماج ديال الساندويتش هذا غير كالتزيين وصافي. دابا غادي نخلط هادشي كله ونخليها في الثلاجه تبرد ليا حتى الوقيته ديال الفطور ونقدمها. وهكذا كتجي الطبيله ديال الفطور ديالنا البنات، ساهله ماهله. هنايا ديك لاطاخت اللي صايبت معاكم من بعد ما شدات راسها مزيان في الثلاجه، في الصراحه جات اكثر من رائعه. كنتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي انتم كيفاش جاتكم. هنايا ديك الشلاضه اللي صايبت معاكم زينتها بشويه ديال الفرماج من الفوق، وحطينا شويه ديال البيض وشويه ديال الحريره اولا الحسوه، كل واحد كيفاش كيقول ليها. غزلان هنايا كانت شويه لينا شويه ديال البروشيت ديال لاداند وشويه ديال الكفته وشويه ديال الصوص، وصيبنا هكا عصير ديال الليمون وشويه ديال المملحات كانوا عندنا في الثلاجه وغير سخناهم. كتجي الطبيله ديالنا ساهله مهله كما قلت لكم. كنتمنى انها تعجبكم، وتالغدا ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد. وبوسات كبار لكم وبسلام عليكم.